السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. هذا نظام طبعا بشكل عام لأنظمة الفراولة العمودية. طبعا الفراولة تكون حول الماسورة بشكل عام، حول العمود زي ما احنا شايفين. هذا نظام طبعا منظر جمالي يصلح للمزارع الخاصة والفلل وعلى أسطح المنازل وفي ساحات البيوت. يعني هذا الشكل العام زي ما انتم شايفين. يعني هنا صاحب المزرعة اخونا الفاضل يعني مسويها كواجهة لجلسة هنا. طبعا سيكون انتاجها كثيف، يعني تقريبا تحتوي على 200 يعني شتلة من الفراولة، حتى انه استغلينا في قاع القوارة من اسفل وزرعناها. طبعا خطوط التغذية ستكون اوتوماتيكية، لن يكون هناك تعب في الري الخاص فيها زي ما احنا شايفين. مصدر الري شكله العام عن طريق لوحة، هاي خزانها عن طريق لوحة الكترونية فيها تحكم عن طريق التايمر. يعني هذه نظرة عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.